بنكمل مع بعض، والوقت خدنا كتير. في حصلت مواجهة مهمة جدا بين هيئة الثروة السمكية ووزارة البيئة، وبين الصيادين وهيئة الثروة السمكية ووزارة البيئة، وكان كلام صعب جدا. ان وزارة البيئة كل حاجة تمام، ما عندهاش مشاكل، جهاز شؤون البيئة بيقيس المية وبيحللها والدنيا زي الفل، بينما هنا الواقع بيقول ان في تلوث شديد جدا. احنا واضح علشان ده يتعلق بمسألة قضية الحالة، تتعلق بمسألة السمك اللي بناكله، وتسعة مليون مواطن صيادين بيشتغلوا فيه، وكل بيت مصري فيه سمك بياكل سمك. واضح ان احنا هنكمل الحلقة الجاية مع بعض في نفس القضية، لان في الحلقة الجاية في جزء مهم جدا هنناقشه مع بعض، هي السمك اللي بناكله ده بقى في ظل هذا التلوث الرهيب بيعمل فينا ايه. حمادة، تعليق اخير. تعليق اخير، السمك الملوث واللي حصل السنة اللي احنا فيها ديت هيسبب ان السمك ابو 10 جنيه النهارده في خلال شهور بسيطه بسبب نفوق الاسماك اللي عدى هيوصل السمك لغايه 25 جنيه. ده سمك الغلابه. ده سمك الغلابه اللي مش هيطلوه. اللي مش هيطلوه. اللي مش هيطلوه. بسبب ان السمك بيموت. بسبب ان السمك بيموت. تمام. استاذ عبد المجيد. انا هطلع من التلوث بقى، كفايه تلوث كده. ان شاء الله انا بناشد السيد وزير الزراعه والسيد الدكتور رئيس هيئه الثروه السمكيه في فحص العقود الموجودة في بحيرة البرولس او الغائها نهائيا، لانها اغتصبت مساحات الصيد الحر، او جردها لو ما كناش نقدر نلغيها كوزارة زراعة ووزارة مسؤولة عن قطاع الصيد وهيئة ثروة سمكية، نزيل الزيادات اللي فيه. الحاجة التانية اللي هيموت بسببها ناس في خلال ايام او يمكن في خلال ساعات، اللانشات اللي بتعمل بالوقود في بحيرة البرولس وهم حوالي من 400 لانش، وأدوا إلى خراب الثروة السمكية في مصر، لأن بحيرة البرولس كانت تاني البحيرات على مستوى الجمهورية والأولى في الإنتاج السمكي، يعني كانت عاملة أمن غذائي بيستفيد منه الشعب المصري في ظل غلو أسعار اللحوم، في ارتفاع أسعار اللحوم. الناس هتموت ليه بقى؟ الناس هتموت ليه؟ هتموت لأن اللانشات دهيت بتعمل بالوقود، واللانشات دي مخالفة وبتعمل بدون تصاريح ومخالفة أصلا في بحيرات مصر. هي جت عليها مقاومة. فين وزير أنا بناشد السيد وزير الداخلية، المسطحات المائية في بحيرة البرولس، مركز البرولس ومركز سيدي سالم بلا جنود وبلا أمن، مفيش. أنا عندي 18 عسكري طلعوا ضبطوا لانش اتعور منهم 13 عسكري اتعوروا، 13 جندي مجند اتعوروا من اصحاب اللانشات، من لانش واحد بقى مافيا خلاص عصابه. طيب يعني لامتى البلطجيه انواع؟ البلطجيه انواع. انا عندي نوع البلطجه في بحيره البرولس حامل فلوس، بيحمل فلوس بايده. تمام. انا ما بيشتغلش بالسيف، لا ده بيشغل بالفلوس. حضرتك نشدت كام وزير وزراء كتير جدا. اه طبعا محدش بيسمع. باشمهندس انا بس هخرج عن برضو عن التلوث، كفايه تلوث. الحلقه دي تعبنا الناس. بس بطلب الحلقه الجايه تلوث. بس بطلب من الجهات المعنيه والشركاء في اللي يراعوا ربنا وضميرهم مع الناس بتاكل الاسماك والمزروعات، ونواجه مشاكلنا بشكل حقيقي بعيدا عن اللجان واللجان واللجان. بعد اذن الاستاذ مجدي. بعد اذن خير رمضان بعديه بعد اذن الاستاذ مجدي. عندنا في بحيره ادكو، بسبب تقلص بحيره ادكو ممكن مدينه ادكو والمعديه واجوارها لغايه دمنهور تغرق في النواد بسبب تقلص بحيره ادكو من 35,000 فدان ل 17,000 فدان او 15,000 فدان. تمام. فاحنا عايزين نرجع البحيره لاصلها عشان تستوعب ميه البحر في النواد، تقوم الجسور وحوالين البحيره ما يضربش والميه تدخل المدن. جه خير رمضان. جه محظوظين بقى. طب برضه بس الحلقه الجايه هنكمل. يا ريت التأمينات الحلقه الجايه هنكمل. يا ريت التأمينات تتفعل على الصياد الغلبان من سن ال 65 لسن ال 65. هنكمل الحلقه الجايه. دي حاجات كلها سمك قضيتنا. يا ريت الصياد بيمرض في سن ال 40 سنه و 30 سنه. المره الجايه السمك لسه مستمر قضيتنا البحيرات. بشكر مهندس محمد. يا ريس الصياد النهارده مش لاقي ياكل. الصياد النهارده ما تبصش للبدله اللي انا لابسها، البدله دي انا شحتها. ولا تبص معلش يعني. انا صياد غير قادر ان انا اشتري بدله زي دي. وانا كمان صحيت. معلش جدا استاذ عبد المجيد فريد القن وبشكر جدا الاستاذ حماده نويري ابو بكر، شرفتونا ونورتوني. هنكمل الحلقه الجايه عن السمك والبحيرات، لان واضح انها مساله خطيره جدا. وبشكر حضراتكم جدا، واسيبكم مع زميلي الاستاذ خير رمضان في ممكن، وحلقه خاصه جدا انا شخصيا مستنيها مع حوار مهم جدا مع فضيله المفتي السابق الإمام والعالم الكبير الدكتور علي جمعة. تصبحوا على خير.